مشاهدينا في يوم جديد بكرتنا فورمة رمضان. النهارده معانا كابتن كريم حسني. ازيك يا سيد؟ كنا عايزين يا كابتن بقى النهارده نتكلم عن الستات اللي بيبقوا قاعدين في البيت وعندهم اطفال، لان في ستات بيكونوا عاملين نظام غذائي كويس في رمضان وهم اطفال يتمرنوا. فازاي ممكن يتمرنوا في البيت وهم برده معاهم الاطفال، يستغلوا الاطفال دي ان يتمرنوا بيها بقى. احنا هنتكلم النهارده اول حاجه عن ازاي الستات يبداوا يستغلوا ان هم يلعبوا مع اطفالهم ويفيدوا نفسهم كمان ان هم يتمرنوا بيهم. يعني انا بلعب مع الطفل بتاعي وفي نفس الوقت بعدي الوقت بوقت جميل وفي نفس الوقت بستفيد من الوقت ده وبستفيد من التمارين انا بعمله. تمام، اوكي. شوف بقى اول حاجه، هنعمل تمارين كويسه جدا وسهله جدا وكل الناس تقدر تعملها. تمام، تعال بقى نشوف. اوكي يا كابتن، يلا بينا نبدا. اول تمرين هيبقى تمرين السكوات. التمرين ده بيبقى تقويه العضلات الاماميات والعضلات الارداف، والتمارين دي ممكن نعملها في التقويات واللي عايز يزيد في وزنه، وممكن نعملها في حرق الدهون. اول حاجه بمسك الطفل بتاعي ماسكه كويسه، امسكه كده اهو بالشكل ده وابدا اعمل سكوات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ممكن ابدا اعمل شكل اكبر، شكل افضل من التمرين واصعب شويه، ان انا ابدا اعمل تمرينتين في بعض، تمرين لعضلات الكتف ونفس العضلات عضلات الرجلين، وتبقى بالشكل ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دلوقتي ابدا اعمل شكل ثاني من التمرين، وده تمرين لعضلات الارداف والرجلين ولعضلات الكتف وعضلات البطن الجانبيه. اوكي، والتمرين هيبقى بالشكل ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. التمرين التاني هيبقى تمرين فيه حركة شوية، والتمرين ده هيبقى هيشغل معظم عضلات جسم. اوكي، وهيبقى بالشكل ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. التمرين التاني بيبقى تمرين لعضلات البطن، وبثبت الطفل بالمنظر ده بطريقه برضو سليمه، وابدا ارفع رجلي وانام على ظهري ويبقى بالمنظر ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9. زي ما شفنا كابتن كريم عمل لنا تمارين بسيطه جدا نقدر نعملها في البيت بالاطفال بتوعنا. لو الست قاعده في البيت برضه يا كابتن عامله برضه نظام غذائي بس ما عندهاش وقت تتمرن، منها اتمرنت ومنها لعبت مع الطفل بتاعها. ممكن الست او الاب كمان ممكن يعملها، او ممكن هما الاثنين مع بعض. تمام، شكرا جدا يا كابتن كريم ليك، وشكرا جدا لسدره، وشكرا لكل مشاهدينا، واستنونا في يوم جديد مع فقرتنا فورمه رمضان.